السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى الموجز الإخباري من قناة الشروق. شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالية القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان على أنه ليس هنالك تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض، وإنما هي نقاط تم طرحها يمكن أن تساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة ضمن اتفاق سياسي إطاري يصب في مصلحة كل سوداني، محذرا أي جهة من اختطاف هذا الاتفاق لمصلحتها الذاتية. وقال لدى تشريفه ختام مناورة رايات النصر 4 بقاعدة المعاقيل العملياتية إن القوات المسلحة لن توافق على أي بنود تنال من ثوابت البلاد، مشيرا إلى استعدادها للعمل تحت إمرة حكومة شرعية منتخبة، وأنها ستتعاون حاليا مع القوى السياسية بشرط ألا تحاول أي منها اختطاف المشهد السياسي لوحدها. التقى وكيل وزارة الخارجية السفير ضفع الله الحاج بالسفير الروسي بالخرطوم فلاديمير زيلوتوف، وجاء اللقاء في سياق اللقاءات الراتبة لمتابعة وتعزيز العلاقات الثنائية ودفعها لآفاق أرحب بما يحقق مصلحة الشعبين. وأعرب السفير الروسي عن مواصلة دعم روسيا للسودان في كل قضاياه في هذه المرحلة، معربا عن تطلعه لاستقرار السودان من خلال عملية سياسية مستدامة. التقى وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين بمكتبه سعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان السيد هاني صلاح، وأكد الوزير على متانة وتميز العلاقات المصرية السودانية مجددا حرص السودان على تعزيزها في كافة أوجه التعاون، ومتمنيا للسفير هاني صلاح التوفيق في أداء مهام منصبه الجديد. من جانبه أعرب السفير عن تطلعات الجانب المصري في المضي قدما في تنفيذ المشروعات الثنائية الاستراتيجية خاصة في مجالي الربط الكهربائي والسكة الحديد. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية التزامها بالعمل على حل قضية سوء التغذية بالبلاد وتحسين مؤشرات التغذية المحلية والعالمية عبر التعزيز وتطوير النظام القومي للمعلومات الصحية والغذائية واحتوائه على مؤشرات تتبع تغطية جودة إجراءات التغذية الأساسية، بالإضافة إلى تقوية وتوسيع برامج التواصل من أجل تغيير السلوك الاجتماعي لتعزيز النظم الغذائية الصحيحة. نفت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالشمالية ما يتداول عن معلومات أو من معلومات حول انقطاع أو نقص الأكسجين بمستشفيات الولاية. وقالت الوزارة في تعميم لها إن الأكسجين متوفر بكميات كبيرة، مؤكدة جاهزيتها لتوفير كافة مستلزمات المستشفيات من أجهزة ومعدات طبية وأدوية وغيرها، وأشارت إلى أن العمل يمضي بصورة ممتازة سعيا لتوطين العلاج لخدمة إنسان الولاية. انطلق صباح الأمس بمحلية الجبلين بالنيل الأبيض الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، والذي نظمه اتحاد المكفوفين بالولاية مع إدارة شرطة المرور تحت شعار شركاء في الطريق من أجل سلامة الكفيف. وأكد المدير التنفيذي لمحلية الجبلين حسين محمد دعمه لكل البرامج للمكفوفين ومساندتهم، كما أكد المتحدثون في الاحتفال على أهمية التثقيف أو على أهمية قيام التفاعلات الثقافية والتوعوية لمساندة الكفيف ورعايته ونشر الوعي المروري باستعمال العصا البيضاء للحفاظ على سلامة الكفيف. إذا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام موجزنا الإخباري من قناة الشروق، دمتم في أمان الله.